تو تسويت ماو سيمسوي ماذا يحدث؟ صباح الخير اسامه لاباس وسيم دونك اليوم على ماذا يحدث في اقتصاد اليابان في اقتصاد اليابان دونك النموذج الاقتصادي الياباني هل وصل الى الحلقه الاخيره تساؤل اصبح قريب للواقع في السنوات الاخرى معجزه اليابان الاقتصاديه عاشت الرخاء والازدهار في سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وصلت حتى المرتبه الثانيه عالميا عام 2010 تراجعت المرتبه الثالثه وخليتها للصين عام 2023 تراجعت المرتبة الرابعة وخلتها لألمانيا من المتوقع زيادة أن تتراجع المرتبة الخامسة وتشد بلاصتها الهند تراجع مخطر لليابان في تصنيفات ترتيب أقوى اقتصاديات العالم أنا الحقيقة من الجيل الكبر مع قصص نجاح اليابانيين وأحفاد الساموراي اقتصاديا وتجاريا تفرجت في المانجا متاعهم الكابتن ماجد ناروتو المحقق كونان وتأثير آلة الكوتو على الموسيقى متاعهم وفن الكاليغرافي وعاداتهم وتقاليدهم وانتشار ثقافة السوشي في العالم شعب حتى الاخلاق عملوا لها ماده تربويه تتقرى في المدارس وفهمنا مستوى النظافه والنظام الكبير في حياتهم لكن اليوم الوضعيه مختلفه بما أن اقتصاد اليابان يمثل كان 4% من الناتج المحلي العالمي في المقابل الولايات المتحده الامريكيه وحدها تمثل 26% والصين 17% في 13 عام انخفض عدد سكان اليابان بصفة كبيرة وملحوظة بالرغم من المؤشرات السابقة من تهرم المجتمع الياباني العزوف عن الزواج قلة الولادات ضغط العمل والحياة ارتفاع الضرائب في اليابان كثرة تكاليف الأعاصير والكوارث الطبيعية ونمو الاقتصاد الفضي اللي يوفر كل الموارد لكبار السن بلد فيها 130 مليون نسمة أكثر من 30% من السكان عمارهم فوق 65 عام واليابان وحدها فيها أكثر من 70 ألف شخص عمره فوق 100 عام عام 2019 تم إغلاق أكثر من 200 مدرسة بسبب انخفاض عدد الأطفال. من غير ما ننساو الحرب التجارية الصينية الأمريكية اللي أثرت على تموقع اليابان اقتصاديا بطريقة غير مباشرة. كوكب اليابان والإنتاجية العالية هل هو نهاية نموذج اقتصادي أم أنه ساموراي عنده رأي آخر؟ ماذا يحدث؟ يعطيك صحة أسامة السوي نذكر كانت هذه فقرة ماذا يحدث تو تشويتش